كوبنهاجن نادراً ما تتعدى الحرارة في الشتاء درجة الصفر المئوية، وفي هذا الوقت لا تبدو فكرة الاعتماد على الخضروات المحلية مغرية. مطعم راديو مثلاً يعتمد في أطباقه في الغالب على المكونات المحلية حصراً. الكرفس هو من الخضروات المفضلة لدي، إذ يمكن تقديمه مشوياً أو مقلياً أو طازجاً. ولدينا أيضاً الثوم البري والملفوف الأسود. نريد أن نقدم أطباقاً من الطعام تعكس طبيعة محيطنا. في مطلع الألفية الثالثة كان المطبخ الإسباني مهيمناً بتقنيته العالية، وكان بعيداً جداً عن الطبيعة. لذا قررنا أنه حان الوقت للعودة إلى تلك الأصول، أي الطبيعة. أصبح المطبخ الإسكندنافي الجديد مصدر إلهام لكبار الطهاة في العالم. وفي الولايات المتحدة وبريطانيا اختير ما يسمى بنظام الفيكينج الغذائي في العام الماضي ليكون نظام العام. بدأ هذا التوجه فعليا قبل 10 سنوات في مطعم نوما الذي أسسه كل من كلاوس مايا وريني ريتسيبي، وقد حصل حتى الآن على 2 نجمة من دليل ميشلان، واختير 4 مرات من ريستورانت ماجازين البريطانية كواحد من أفضل المطاعم في العالم. لقد غيروا مفهومنا للمطاعم والطعام بالكامل. كانوا يقدمون لنا أطباقا تشبه أرض الغابات أو الشواطئ في شمال الدنمارك، وتحتوي على مكونات تنمو في محيطنا. أصبح المطبخ الإسكندنافي الجديد بمثابة منجم ذهب كلاوس مايا الذي يدير حاليا 6 مطاعم و75 كافتيريا في كوبنهاجن، وتباع في محال الوجبات الجاهزة التي يملكها منتجات محلية من إنتاجه، وتحول اسمه حاليا إلى علامة تجارية. لم نكن نهدف إلى أن تتحول ظاهرة المطبخ الإسكندنافي الجديد إلى مطبخ مخصص للنخبة، بل أردنا أن يكون هذا النظام الغذائي متاحاً أمام أكبر عدد ممكن من الناس. المدونة الغذائية ميا إيرينا كريستينسن تأثرت بدورها بفلسفة الطعام هذه، وهي تقوم يومياً بتطبيق أفكار عديدة، بل وبتنظيم دورات طبخ في بيتها، وذلك في تفسير جديد لطريقة إعداد مكونات تقليدية موسمية. جذر الشوندر عاد لاكتساب شعبية حاليا، وهذا ينطبق على أصناف أخرى كجذور الفجل الأبيض أو جذور البقدونس أو الملفوف. يتناول الدنماركيون حاليا الكثير من الملفوف، وأهم شيء هو الإعداد، لكن يجب ألا يلتزم الطاهي حرفيا بالطريقة التقليدية. فجذر الشوندر مثلا يصنع منه الحساء، لكن عندما يأكله المرء نيئا يكون طعمه مختلفا. ساهمت دراسة دنماركية في ظهور التوجه الجديد، فقد توصلت إلى أن المطبخ الإسكندنافي مفيد للصحة ويساعد في حمية تقليل الوزن. إلى جانب الملفوف وجذور الخضار، هناك البقوليات وأصناف التوت والخبز الأسمر والسمك، وهناك ميل للأساليب التقليدية مثل التخليل أو الغلي البطيء. لدينا هنا لحم حوض الخنزير، سيتم غليه لمدة من 45 دقيقة إلى 1.5 ساعة. في الماضي كان يتم التخلص منه أو الحصول عليه مجانا من القصاب، أما الآن فهو غالي الثمن. العودة للحس الطبيعي وللمكونات التقليدية في الطهي موضوع مطروق كثيراً، وصفات الحمية المعروفة كتناول الطعام الني أو الطعام النظيف أو الطعام البطيء لا تعتمد إطلاقاً على المنتجات الصناعية. وهناك متحمسون لحمية باليو، أي تناول الطعام كما في العصر الحجري، وهناك مطاعم تقدم مثل هذه الوجبات. We cannot get this simplicity. لا وجود للبساطة في حياتنا العملية اليوم أو في علاقاتنا الشخصية. المجتمع الذي نعيش فيه له متطلبات مرهقة. ربما هذا هو السبب الذي يدفعنا للبحث عن مطبخ سهل. على العكس من توجهات غذائية لم تدم طويلاً، فإن المطبخ الإسكندنافي مستمر في النمو منذ 10 أعوام، وبدأ في الدخول إلى حياة الكثيرين بقوة. لكن لا بد أن مظهر البيكينج أثناء تناول الطعام كان مختلفاً.